يبقى كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو من حيوان. قال إيه؟ كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان. طيب ماشي، عمل إيه؟ القانون هنا أو المادة دي تطلبت أن يكون الشيء ده معدا للبيع، مطروحا للبيع، معدا للعرض. يعني إيه؟ يعني إيه أنت بتعاقبني لما بيع سلعة مغشوشة؟ يعني أنا راجل في محل تجاري عندي برطمان كاكاو نسكافيه مقفول، خليكم معايا يا أساتذة، مقفول محكم الغلط، وأنا راجل النهاردة عرضه حطه على الرف في المحل التجاري، جه مفتش الصحة خد البرطمان ده كعينة وقال لي أنا هاخده عينة أحلله، طلعت نتيجة التحليل إن في عيوب وغير مطابق للمواصفات القياسية. يروح مقدمني أنا كصاحب السوبر ماركت متهم، كصاحب السوبر ماركت إيه؟ متهم. ليه؟ لأن أنا عرضت سلعة مغشوشة. طيب أنا ليا دخل في غش هذه السلعة؟ ها؟ بالعقل والمنطق أنا ليا دخل؟ لا، ملياش دخل. فلما باجي أدافع في هذه القضية بقول إيه؟ أنا عارض، صحيح عارض، والنص بيقول كل من عرض أو طرح أو باع، وأشرح لكم يعني إيه عرض ويعني إيه طرح ويعني إيه باع، لأن دي مهمة جدا وهي اللي بتخلي المحامي يقدر يتحصل على البراءة في هذه القضايا. لكن في الأول بقول لك إيه؟ أنا حاطط برطمان وببيعه، أنت جيت خدته طلع في عيوب، فبقول له أنا صحيح عارض، لكن هنا أنا عارض حسن النية. ليه حسن النية؟ ليه؟ لأن أنا لا أعلم، لا أعلم الغش الموجود فين في البرطمان ده. أنا وسيط ما بين المنتج والمستهلك، أنا خدت البرطمان عرضته عندي، فإذا كان القانون بيعاقبني لكن لو تلاحظوا ان في نهاية النص كتب ايه؟ مع علمه بذلك، مع علمه بايه؟ بذلك. يبقى في نهاية النص اللي انا مليته لكم القانون بيقول مع علمه ايه؟ بذلك. يبقى القانون بيجرمني ان انا لما اعرض سلعة مغشوشة اتحاسب عليها، بس الحساب ده يكون مع علمه بإيه؟ بذلك. طب أنا لو كنت لا أعلم يبقى مفيش تجريم ولا عقاب. نعم؟ جيت العلم العارض. علم العارض إزاي؟ ما ده سهلة، ما أنا بقول أهو، علم العارض ده إزاي؟ السلعة دي برطمان في الصلاحية وأنا ما أقدرش أفتحه وما عنديش معامل جوه المحل إن أنا أقدر أفتحه، فبقول للقاضي أنا عارض حسن النية، لا أعلم بالغش ولا أستطيع العلم به لأنه داخل في تكوين المادة، داخل في تكوين إيه؟ المادة. خلاص؟ يبقى ده أول حاجة. لو عرض، أنا دخلت في القضايا أهو، يعني دخلت عملي مش نظري. النص هتعرفوه هو النص ده اللي ماسك 90% و99% من قضايا الغش في مصر. يبقى النص بيقول ايه؟ اهو، كل من غش او شرع في ان ايه؟ يغش. قال لابد ان السلعه دي تكون ايه؟ تكون مطروحه للبيع او معروضه او بيباع منها، يعني وانا ببيع كده ومساكني. يبقى لازم يكون ايه؟ في حاجتين يتطلبهم العقاب، العلم
ويقصد به العلم اليقيني. يعني أنا أعلم علم اليقين إن البرطمان ده بايظ، خلاص، إن فيه عيوب صناعة، إن مخالف للمواصفات القياسية، يبقى إذن هي العملية سهلة. وأنا بدرس الحاجات دي وبشرح للقاضي، وأحيانا أقعد كتير جدا سنة كاملة، القاضي أحيانا يدينا عقوبة، أفضل مع القاضي قضية في التانية في التالتة لغاية ما هو يبتدي يتفهم الإيه القصة، يبتدي بأحكامه إيه تبقى براءات. يبقى إذن أول حاجة لازم أعرفها، واخد بالك، إن أنا أنفي العلم، لأن أنا مش هقدر أنفي العرض. أنا في السوبر ماركت عارض ولا مش عارض السلعة؟ عارضها. يبقى أنا هنا ما أقدرش أنفي العرض، يبقى أنا أنفي العلم. أنفي إيه؟ العلم. طيب حاجة تانية هنقل لكم عليها، بس هسألكم في الأولانية برضه. نعم فيه. هقول لك احيانا 90% 90% و 99% بيكتب الشركه المنتجه وبيكتب العرض وبينزلهم هما الاثنين متهمين. انا احيانا اقول للقاضي ايه؟ خلي بالكم، معايا اساتذه ورق؟ معايا كله؟ معايا عشان الجوائز، عشان كارنيه الاتحاد اهو، هسأل. نعم. لسه لسه لسه، ده موضوع تاني يا استاذ، موضوع تاني، ما تدخلنيش في موضوع تاني لو سمحت، خلينا اخلص هنا ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. يبقى اذا انا هسأل، لو دلوقتي عندي أي شيء معلب مغلق في الصلاحية معروض عندي، خد منه عينة، طلعت العينة مخالفة للمواصفات، يبقى أنا مش مسؤول. يبقى أنا إيه؟ مش مسؤول. ليه؟ انت يا استاذ قول لي بقى، انت مش مسؤول ليه؟ لا قوم عشان اسمعك بس. ماشي تتفضل، خلاص. غيره عايز حد لا بلاش، انت لا، انت بتطلع الكارنيه وقاري، عايزين الناس عايز حد من الجداد. برافو عليك، بالظبط بالظبط. انا مسؤول عن تاريخ الانتاج وتاريخ ايه الصلاحيه، لكن مش مسؤول عن سلامه المنتج اللي بداخل البرطمان. يبقى لما اجي اقول للقاضي انا، نعم، ما تدخلنيش لو سمحت، لو سمحت لو سمحت، انا مش بتكلم عن سوق التخزين دلوقتي، ما تدخلنيش في متاهه، انا بتكلم دخلني في سوق التخزين. يبقى انا النهارده ايه اللي اقوله للقاضي؟ استاذ قوم. ايوه، انا لا اعلم بالغش ولا استطيع العلم به، لانه داخل في تكوين الماده ويسال عنه منتج ايه السلعه. طيب لو كانت النيابة مأيدة القيد والوصف، القيد والوصف عبارة عن إيه؟
طبعا انتوا حضرتوا محاضرات كتيره وعرفتوا يعني ايه قيد ويعني ايه وصف. محدش فينا يعرف يحضر قضيه الا لما جنحه يعني الا لما النيابه تقيدها وتوصفها. توصفها تقول دي سرقه، تقول دي غش، تقول دي بيانات، تقول دي خيانه ائتمان، وتجيب مواد الاتهام اللي تعاقبني بيها. لو النيابه العامه منزلاني انا كعارض متهم ومنزله معايا المنتج متهم، انا بقول للقاضي انا عارض حسن النيه، لا اعلم بالغش ولا استطيع العلم به، خاصه وان النيابه العامه قد قيدت الاوراق ضد منتج السلعه. يبقى هنا المسؤول مين؟ يبقى فيها صعوبه الموضوع ده.